ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا قصة رجل في واحد لما قرب يموت جمع أولاده فقال إذا أنا مت فاحرقوني ثم اجمعوا رمادي وذروه في البحر في يوم عاصف فإن ربي إذا قدر علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيجمعه الله عز وجل فيسأل سؤال فيقول عبدي وشوف شوف رحمة المولى سبحانه وتعالى مع معاصيه وكثرتها ما زال ينسبه إليه فقال عبدي ما قال أيها المجرم أيها المبتدع أيها السفاح أيها السفاك ما قال هذا كله عبدي ما حملك على ما فعلت فقال أي رب والله ما حملني على ما فعلت إلا الحياء منك يا الله أنا بستحي منك فيقول الله عز وجل عبدي